خليكم معانا النهارده هنشوف خلطه القرنبيط. هي سهله وبسيطه جدا. هي دقيق، هنقول كم معلقه دقيق، خضره، الخضره عباره عن شبت، بقدونس، كزبره. الخضره شبت، بقدونس، كزبره. ملح، كمون اساسي عشان يهضم، لان الكمون بيساعد على الهضم. سنه فلفل صغيره. البيض 5 بيضات بتبداي بيهم، وبعد كده لو عاوزه تزودي زودي. بتحطي توم. ادي خلطه القرنبيط بتاعتنا. القرنبيط لازم تعرفوا ان القرنبيط لازم يتغسل من قبل ومن بعد. ازاي بقى؟ يعني انا اول لما اجيبه بروح ماسكاه، بيبقى اشيل الراس بتاعته كويس زي كده، واروح غسلاه كويس، لان بيبقى فيه ورق اخضر زي ما انت شايفه كده، بيبقى جواه فيه تراب وفيه طينه، ما بيبقاش نضيف. ولو حطيتيه السلق كده مباشره، هي الميه هتبقى وسخه وهيتسلق في ميه وسخه، فلازم تغسليه الاول، مش تفرطيه وتغسليه، لا اغسليه زي ما هو، لان انت ليه طريقه في السلق هقول لك عليها. عاوزين نقول للست ام بيسه تابعينا عشان حماتك ما تزعلش منك. هتحطي البيض، انا قلت بداية ب5 بيضات عشان تبقى العجينة مفتحة وحلوة وهايشة. هنحط لازم كمون، القرنبيط ما يمشيش من غير كمون، وملح، هتحطي الثوم، هتحطي الخضرة، الخضرة قلت كزبرة، شبت، بقدونس. هنحط بقى الدقيق حسب ما العجينة، ما تعمليش العجينة خفيفة عشان ما تسقطش منك وما تعرفيش تحطي الحتة وتطلعيها، لازم العجينة تكون ملفوفة شوية. هنقلي دلوقتي البطاطس، بس هنعمل الاول هندوب الدقيق. وانت حطيتي الدقيق كده لازم تزودي شويه ميه. اما تيجي تحطي القرنبيط في الخلطه الدقيق بيرقد تحت، فلازم اما تيجي تعملي تقلبيه. حطينا القرنبيط اهو. ممكن انت بقى تاخدي القرنبيط وتحطي في الخلطه عشان يشرب شويه، وتحطي من الخلطه على الزيت زي ما انت شايفه كده. ما تسيبيش القرنبيط يتحرق، طلعيه لونه كده حلو. في فرق بين